لأول مرة فيلة باور مسكونة. معكم عبد الرحمن، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد. حولت فيلة باور الى بيت رعب، واول ضحيه معانا راكان. اللي ينجو من هذا بيت الرعب راح يفوز معانا ب 5000 ريال، تمام؟ غير 5000، انا سمعت انك دفعت مبلغ مره كثير عشان تحول فيلا رعب. يب راكان، المنطقه الامنه هي المسبح، لازم تدخل تدور ال 4000 اللي موجوده وتطلع. في 1000 تنتظرك هنا اللي هي معي، ال 1000 الاخيره معي، الباقيه في الفيلا دورها. التوجيهات راح تشرح لك. ناقص 4000. لا ناقصك 4000. التوجيهات راح تشرح لك. راكان استمتع، لا تخاف، هو في اشياء تخوف، استمتع. وقلت لك بسم الله توكلنا على الله. لا تنسوا اللايك والاشتراك، تبغون جزء ثاني راح اسوي اقوى من هذا بكثير. قبل ما يبدا المقطع حاب اقول لكم ان عطر فيرفل الخاص نزل في متجر باور الرسمي، شيكوا عليه في الرابط اللي تحت او زوروا متجر باور، ولا تنسوا تستخدمون كود افرل والعطر جاهز لكم، حاولوا تاخذونه قبل ما يخلص لان العيد جاي والكل يبغاه، فاستمتعوا فيه واحبكم مره وشكرا على دعمكم. السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض سوى والسميع العليم. السلام عليكم يا اهل البيت يا اهل الدار. او ماي جاد او ماي جاد، كل شيء رعب يا ولد. روح طيب خلينا نشوف. يا رب في شيء معلق، في شيء معلق رب الكعبه، في شيء معلق ولا يرضى. هنا زميله تقارب، ما ادري وش تسوي هنا. ازبط انا بركض رك يا كابور، يا تغني يا ادخل خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يوفق. من ذا؟ من ذا؟ من نايم؟ من قبلني يا رجال؟ يا رب اللهم انت ربي برحمتك يا ربي. يا يا او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد قاعد اشوف راكان زي ما تشوفونه عندكم، قاعد اشوفه بالكمان. الانسان بيموت. اسكت يا ابن الذين اسكت. ولا ريال اقسم بالله. اوكي 1000 ريال، ها لقينا 1000. الله يفجعك يا شيخ، ابا اخذها. يا يا انقل عني يا ابو ريحه، انقل عني يا اخي. وقر تقوى يش اللي يقول روح هناك، يقول روح هناك. احلف ما تلمسني، احلف. هذا الزبد يسولف. وخر عني وخر. يا ربي انت ربي، يا ربي انت ربي. يا 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله. شوف ايش حاطين، شوف ايش حاطين، شوف ايش
اوكي 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 يا رب في فلوس هنا. كيف ادور؟ حصلت هناك عند الكيبورد غرفة صهيب حصلت 1000 ريال في الكيبورد، بس مستحيل يحط ثنتين في الكيبورد، يمكن في السرير. اي والله اي والله جل جلاله ربي كتب لي التوفيق في هذا المقطع. كانت تجربة اقسم بالله والله العظيم بدون مجامل تكفى ركال والله بدون مجامل والله العظيم كاني رايح مناحي ايش اسمها دي يعني خف مرعب مرعب والله خف اقسم بالله دحين مره ساعه الحمد لله والان معانا المتسابق الثاني بهاء بهاء زي ما قلت لك هذه منطقة الامنه تمام في 4000 متوزع في الفيلا و1000 معي اذا جبت ال 4000 راح
تفوز بالألف الزايدة. طيب. إذا جيت بدون الـ4000 أو خفت بزيادة وانسحبت راح تنحرق كل الفلوس اللي معك. فلا تحاول إنك تخاف بزيادة. طيب يلا 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 يلا. يلا, 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 يلا 4000 أهم شيء. تفضل. على طول ادخل لو سمحت. خلي يدخل شو صار. تفضل. انزق انت انزق انزق لا اسمع لك نفس انزق. أول 2000 أنا معي، معي الآن أول 2000. طيب يا الله قدام السيب كامل والدور اللي فوق. كيف أستر وال؟ استعد. واحد طعم كام؟ وين الفلوس؟ فلوس وين؟ ما يسمعني ذا ليش؟ فلوس وين؟ دور شوي بعدين تعبني. إذا واحد دق الباب تفتح لك كذا حتى لو أنا غريب عليك فهمك الموضوع. هلا دور تحت الأسرة، دور تحت السرير، الفراش، كل شيء. بيطلع له بيطلع له الآن بيطلع له بيطلع له بيطلع له بيطلع له. يا حماة ما تقدر تشوف من تحت. الله يسعدك شكرا على الأقل. الحمد لله الحمد لله. لا تصارخ لا تصارخ. هذا كان مفهوم كنزين يعني. بهاء هلا بهاء. ها انتبه من الدولاب. ايش انتبه من الدولاب؟ انتبه من الدولاب. من الدولاب يقول وين من الدولاب؟ وين من الدولاب؟ وش يقول؟
اللي قلت لك انا خافي في العودة. العودة كم معك؟ كم معك؟ 4000. شوف الاي كيو. صايمين هذا الان خسرت 10000. انا والله اقسم بالله العظيم تستاهل ورب الكعبه امانه. قيم المكان تكفى. اقسم بايات الله ان في اماكن عندنا هنا ايه العاب ملاهي ايه ما قد سوى زي كذا ورب الكعبه. هذا شيء بسيط وكذا خلاص. ايه تستهبل والله يخوف. والله مره حلو. الحمد لله يا رب. والله اللي دفعت عليه دم قلبي والله تعبت. والمشكله طلع النهار فالان ما عندنا لا بالعكس بالعكس والله نحلف كل الحلال. استمتعت اهم شيء. ابد الحمد لله يا رب. معانا المتسابقين الاخيرين النهار طلع وهذا لازم نقفل الان بيت رعب او فيلة رعب بور. شباب انا ادري انكم سمعتوا الصراخ وحاولت اني اجيبكم واحد واحد لحالكم عشان تدخلون ولكن خايفين وانتم اخر متسابقين عندنا فبنحطكم مع بعض. فكره المقطع هذا السيف زون. المسبح هو السيف زون هو المنطقه الامنه. في 4000 منتشره في الفيلا وانا معاي 1000. وينها؟ الفيلا؟ انا معاي 1000 فلوس. فلوس لازم تجمع ال 4000 عشان تاخذ ال 1000. يعني لازم تروح وتدور في بيت الرعب ال 4000 بعدين تجي المنطقه الامنه وانت معك ال 4000 وتفوز معانا بال 1000. ما في. ليش ما تبي؟ يا ولد ليش ما تبي؟ انت عجبني. ليش ما تبي؟ عجبني الخوف من عمي. فيك؟ طيب عجبني الخبر. هو انت ايش اللي يخوفك يا ابو هذا؟ هو ما يخوف. ادخل رجال يا عيال استمتعوا. بطالعكم بالكامات ابى احاول المح لكم وين الاماكن وين الفلوس. تفضل. المفروض من خاف يعني الله يبقى خليل ما يدرون وش تسمع اخر الليل انا وياه. وش ذا؟ ولا اعرف شفت الام. اسمح لي يا ولد عمي. ايش الله لا يوفق اللي صلى الله يخوف ايش قدامي الله لا يوفق استغفر الله. ما حد يطلع من المطبخ. الف حركه بيت الرعب. عوسعاد اثبت اجمد 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 يالا. مين؟ والله ان في واحد يمين ابو النيف. اجمد يالا اجمد 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 ليه؟ اه والله انه يمه والله انه يمه. انا ايش في واحد يطلع من تحت الارض ولا انا ما افهم؟ انا ابو بليز. ميت ميت خلاص سكرات الموت.
امشي امشي يا رجال امشي. خندور على هدفنا نبي الفلوس. هي انا اعرف اتعامل معها. لا وش لا لا خلني اوزيها لك. خلني اخبيها لك والله. انت وز عمرك وش مالك خلني انا اقدر اقفل. ابو خليل اصبر نشوف في جيبه حاجه في شيء. ارجع هلا كيفك؟ هلا كيفك؟ تخبيت يا ابو خليل. والله اني عايم فيني يا ولد فخر. ولا انت؟ والله ذا لو تحرك رايه ما عليه. ابو بليز نحفت ابو خليل يركب يركب سجل قم. انا عندي مشاكل العاب الرعب والله. بسم الله عليك قم. يا ولد لازم اسمع يا ولد. انت في وجه والله ما يجيك شيء باذن الله. يا اخي يا الله وش في مقطع الاكل مثلا؟ ليش مقطع حفله ومهجوره؟ بالله انك ما تهجم علي. خليك رجال ها. الحمد لله. يا ابو سعد تسمعني يا ابو سعد؟ ايه ابراهيم ابو سعد اسمعك. عند الكاميرا تعالوا كلموني. اسمعك. تعال ابو سعد. ابو سعد ما في شيء. ابو سعد تعال. ها اسمعك. ايوه غرفه راكان راح تلقونها بالاسره زين. هذه منطقة أمان. إذا تبغون ترتاحون عندكم دقيقة ترتاحون فيها بكيفكم. هذه ما فيها أي شيء يخوف إلا الدمية اللي موجودة في الأرض. احلف بالله الباقي الأماكن ثانية تخوف. احلف هذه منطقة أمان. خلاص قال اوكي اوكي طيب خلي قدها ما تحكي. قلت لهم إن هذه منطقة أمان ما يدرون إنه واقف الحمام. دوروا بالسرير. يا تعبت. طيب اسحب معك. تعبت والله.
هاد حالي. والله اني هزيت هز. بسم الله عليك. وش تملح يا؟ اسمح لنا نروح تكفى تكفى ما اطلب من كذا والله ابيض ما عليك تكفى جيت شوي ونجيك يا جني لحوم شوي ونجيك يا جني دقايق لحوم دحوم. دور دور تحت السرير اسمع ابراهيم ابراهيم هلا ابراهيم اسمع ابراهيم هلا طالعني ابراهيم قول 1 2 3 وخذ الغرض اللي من تحت اللحاف وعلى طول اطلع تحت اللحاف البطانية ولا اللحاف حق يا اخي اللحاف مو مفرش هذا اللحاف مو مفرش يلا 1 2 3 ادري شو من اللحيه الشاشه شو المقطع ذا اللي اجمع فيه فلوس طلعت خسران كسرت شاشه وكاميرا كسرت امامي بعد اهم شيء قم يا مسعود لا والله لو تجيني من هنا بالكرسي ورب الدين لا نسمك طلع عرقي حق جده يا كلب والله لا فجر وجهك ارجع يلا خوفني كم جمعتوا؟ ايش صار؟ كم ادري والله كم ريال كم جمعتوا؟ تكفى عدي عدي هات فلوسي ليش نحشر حق غرفة فايروس؟ خلاص وقفنا صح؟ ها؟ خلاص الحين طلعت من منطقة الأمان كم جمعت؟ بالله هذا اللي جمعته 1000 2000 3000 حقت فايروس تحت اللحاف والله لا ما بس بشيء كل الرعب ما بس بشيء أهم شيء طلعت حي والله يعني أهم شيء استانست طالما القاعة بس والله صدق استانست بس شفتني خوف مرة مرة كذا يكون وصلنا نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك إذا عجبتكم فيلة رعب شكلك خوفت ما تبك إذا عجبكم بلت إيه يا عيال أقسم بالله أنا ما تفكت معهم على الحركة هذه ما لكم داعي يعني مقطع تخوفوني يقطع شكلك كذا يكون وصلنا نهاية المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك إذا عجبكم المقطع أو عجبتكم فيلة باور الرعب أو المسكونة لا تنسون اللايك وبرضه تكتبون لنا في التعليقات مين تبغون نجيب عضو في الحلقات الجاية من الرعب حق فيلة باور وبكذا يكون وصلنا نهاية المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك ما أدري كم مرة قلتها يا حبيبي يحياكم الله يحياكم الله وابدا ماني متوتر وقناتي في الوسط وقناتهم في الوسط قناتي في الوسط كلهم مو بس كلهم موجوده بس مع السلامه هوبا اوه هذا جديده حلو هوبا كذا يكون وصلنا لنهايه المقطع اتمنى انكم استمتعتوا بالمشاهده لا تنسوا اللايك والاشتراك وبرضه تشيكون على تيشرتات باور جديده متوفر منها بالاسود والاحمر والابيض لا تنسوا تستخدمون كود FRL في المتجر مع السلامه